بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة أولى إعدادي، نستأنف مع الصفحة رقم 14. بنفس الطريقة عندنا أوبجيكتيف، إذا عندنا أهداف. إذا من بين الأهداف المتوخاة من وراء هاد القطعتين ريكخيغ أن فيديفا أو ريسبكتون لوردا كرونولوجيك. ريكخيغ يعني أنك تعيد الكتابة، أن فيديفا تعيد كتابة، أن فيديفا تعيد كتابة خبر متنوع أو مختلف. أو ريسبكتون لوردا كرونولوجيك، محترما الترتيب الزمني. ثم écrire un fait divers à partir d'un canevas. Écrire un fait divers à partir d'un canevas. يعني أنك تكتب خبرا متنوعا، طبعا كما قلنا فيما سبق بأن الخبر المتنوع تقريبا هذا معناه. طبعا في اللغة الفرنسية نقول un fait divers، المقصود به مثل الأخبار التي رأينا أمثلة لها. طبعا نتكلم عن أخبار تقع هنا وهناك لكنها غير مألوفة. طبعا ترويها الصحافة بشكل مختصر، لكن أيضا تتطرق للأسئلة المهمة التي ذكرنا. إذن écrire un fait divers à partir d'un canevas، يعني أنك تكتب خبرا مختلفا à partir d'un canevas انطلاقا من تصميم. طبعا canevas تنطلقها على تلك الشبكة التي عادة ترسمها النساء قبل عملية التطريز، أو عموما التي تسبق عملية التطريز. طبعا نتكلم أيضا عن كانوفا التي تعني تصميم الكتاب. طبعا قبل أن أكتب أنا كتابا سأرى ما هي المواضيع المتضمنة عندي، ثم سأقوم بترتيبها تحت أبواب وعناوين إلى آخره. إذن سأتكلم عن تصميم الكتاب الذي يسمى كانوفا. طبعا نفس الشيء هنا، سنكتب خبرا استثنائيا، خبرا مختلفا، لكن سنضع له تصميما. لا يمكن أن أكتب هكذا ولا أعرف من أين أبدأ وأين أنتهي. reconstituer un fait divers، reconstituer un fait divers. reconstituer مقصود بها constituer de nouveau، يعني أنك تنشئ ثانية، يعني أنك تعيد إنشاء، تنشئ ثانية. أو bien rétablir la chronologie des faits se rapportant à un crime. rétablir la chronologie des faits se rapportant à un crime، يعني أنك تعيد تمثيل جريمة. إذا le verbe reconstituer المقصود بأنك تنشئ شيئا ثانية، تعيد إنشاءه، أو أنك تمثل جريمة بترتيبها تبعا للمراحل التي تمت من خلالها الجريمة. طبعا reconstituer عندنا هنا المقصود بأننا سنعيد إنشاء، إنشاء مدى un fait divers. طبعا سنقرأ الخبر كما هو ثم نعيد تمثيله بطريقة تتوافق مع ما حدث أولا ثم ما جاء بعد هذا الحدث. انظروا مثلا لهذا العنوان un mariage et un enterrement. un mariage et un enterrement، زواج ودفن. l'enterrement تيجي من فعل enterrer يعني دفن. إذن un mariage et un enterrement، إذن نتكلم عن زواج ودفن. إذن طبعا العنوان مثير لا شك. جوان فرانسا اي مور دو جور افون لو مارياج دو سا بتيت في. جوان فرانسا اي مور، اذا هو مات دو جور افون لو مارياج دو سا بتيت في، اذا هو مات يومين قبل زواج حفيدته. مسا فامي ولكن عائلته، ادي سيدي. مسا فامي ولكن عائلته، ادي سيدي. هي قررت كيل أسيستخي بأنه سيحضر كمان رغم ذلك أوزيبوزاي، إذن سيحضر رغم الموت، سيحضر وهو ميت لحفل الزواج. حفل الزواج يسمى لبوزاي. طبعا كلمة إبوزاي كما نلاحظ هي كلمة جمع وتذكر دائما جمع،
إذا المقصود بها حفل الزواج. ليبوزاي كما نرى عندها علاقة بليبو. ليبو كلمة ليبو، يا إما أنه يقصد بها الزوجان أو يقصد بها الزوج، على عكس كلمة ليبوز التي يقصد بها الزوجة. طبعا هذه الكلمات لها علاقة بفعل ايبوزي. ايبوزي يعني تزوج. ايبوزي انفام يعني تزوج امرأة. إذا نتكلم هنا عن ما سا فامي ادي سي دي كيل اسيستري كومام اوزي بوزاي. رغم موت جوهان فرانسن عائلته قررت بأن يحضر ميتا لحفل الزواج هذا. لو دي فيم، إذا نتكلم عن المتوفى ان سي ات كوندوي يعني أنه اقتيد هكذا دون سون سيركوي، يعني أنه اقتيد في صندوق الموتى، طبعا يسمى سيركوي. جيسكا ليغليز اقتيد إلى حدود الكنيسة بور اسيستي لكي يحضر. طبعا كما نرى اسيستي أن بين هاد المزدوجتين المقصود أنه سيحضر فقط جسميا ولا يحضر كباقي الناس وينظر ويتكلم إلى آخره. إذن هو يحضر جسديا ميتا. لو دي فيم ا ان سي ات كوندوي، إذن هو اقتيد هكذا دون سون سيركوي، يعني انه اقتيد في صندوقه جيسكا ليغليز الى حدود الكنيسه بور اسيستي لكي يحضر على سيريموني، لكي يحضر لها الطقوس، طقوس الزواج. دوتون بليس كو كما نقول لا سيما ان ست أنسيان جارديني، لا سيما أن هذا البستاني نيوزيلندي من نيوزيلندا، بير دو دو زونفون الذي هو أب ل 12 طفلا، إي موغ أون سيليبرون 179 أنيفرسير، يعني أنه مات وهو يحتفل بعيد ميلاده 79، رابورت لاجونس نيوزيلندي بريس أسوسيشن. إذن رابورت يعني أن أوردت لاجونس نيوزيلندي بريس أسوسيشن كما أوردت صحيفة نيوزيلندي بريس. لي شوز نو بوفي با أون إيفي سو تيرميني أنسي، إذن الأمور لا يمكن أن تنتهي هكذا بهذا الشكل. لا فامي أتوني، والعائلة أخذت أتوني، طبعا نتكلم على لوفار تونيغ أسوكيل أسيس، يعني أن أخذت بأن يحضر، المقصود أنها قررت بأن يحضر أين نوتخ فات، قررت بأن يحضر لحفل آخر كعون تويتر بيطار، سيأتي في 48 ساعة بعد الحفل الأول. إذا المطلوب هنا لي سو تكست إي غيبون أو كيستيون، لي سو تكست إي غيبون أو كيستيون. إذا المطلوب هنا أن نقرأ النص إي غيبون، عندنا لو فيرب غيبوندر يعني أجابة. أغيبون وأجيب أو كيستيون كما لو نقول للأسئلة، ولكن المقصود على الأسئلة. طبعا ذكرنا فيما سبق بأن لو في ديفير يأتي للإجابة عن كي كون كوا أو ثم بوركوا، إذن هنا سنجيب عن هذه الأسئلة كي من كون متى كوا ماذا، المقصود ماذا حدث أو أين حدث هذا. طبعا فيما يخص كي من كما رأينا في النص، طبعا الأمر يتعلق بجوان فرانسن 79 اي سا فامي، إذا الأمر يتعلق بهذا المتوفى جوهان فرانسن، إذا الأمر يتعلق بجوهان فرانسن 79 اي سا فامي، ثم يتعلق الأمر بعائلته اي سا فامي 12 أنفون اي سا بيتيت في، إذا نتكلم عن 12 طفلا ثم حفيدته. ثم كوا ماذا حدث؟ أمور assiste au mariage de sa petite fille. Un mort assiste au mariage de sa petite fille. ميتون يحضر لزواج حفيدته. ميتون يحضر لزواج حفيدته. ثم عندنا كون، متى حدث هذا؟ دو جور après son décès. إذا حدث هذا الحضور دو جور après son décès. إذا حدث هذا يومان بعد موته. إذن طبعا هذا هو الأمر المستغرب. الأمر المستغرب ليس موت الشخص عند احتفاله بعيد ميلاده، فقد يقع هذا كثيرا، لكن أن يحضر الميت لزواج حفيدته فهذا هو الأمر المستغرب هنا. إذن كون
deux jours après son décès. ثم où? أين حدث هذا؟ طبعا en Nouvelle-Zélande. طبعا كما رأينا نيوزيلاند. ثم ننتقل إلى réécrire un fait divers. يعني أنك تعيد كتابة un fait divers. يعني أن الخبر يكون مكتوب ثم تعيد كتابته بطريقتك الخاصة. طبعا réécrire un fait divers تقريبا يشبه هذا reconstituer un fait divers. يعني أنك تعيد إنشاء un fait divers تقريبا نفس المعنى. إذا عندنا فد النص الصغير vendredi 2 juin vendredi 2 juin نتكلم عن الجمعة 2 يونيو un مفلو. إذا نتكلم عن نعجة أو خروف. إذا نتكلم عن صنفين من هذا النوع. A été découvert يعني أنه اكتشف affreusement. نقول عن شيء بأنه affreux المقصود أنه مثير للاشمئزاز. A été découvert affreusement mutilé. Vendredi 2 juin, un mouflon a été découvert affreusement mutilé. نتكلم عن نعجة أو خروف. A été découvert. يعني أنه اكتشف affreusement mutilé. يعني أنه اكتشف مقطع أو مبتور بشكل منفر. Dans le parc national في المنتزه الوطني de Mercontour الذي يسمى Mercontour. Le 1er juin يعني قبل هذا بيوم. Le 1er juin يعني الأول من juin dans la même région في نفس المكان في نفس المنطقة. On a trouvé يعني أننا وجدنا. المقصود أن الناس وجدوا عندنا هاد أون. لا تحدد من هم هاد الأشخاص بالضبط ولكن المقصود أن الناس الذين وجدوا هم المعنيين بهاد الأمر. On a trouvé les cadavres, يعني أنها وجدت. Les cadavres, يعني جثث de deux chamois. إذن وجدت جثث de deux chamois les دبيتين. إذن توجدت جوج دبيات في أول جوان في أول يونيو. Le 25 ماي يعني قبل هذا le 25 ماي une dizaine de brebis. إذن نتكلم عن عشرة نعجة. أنت تأجوجي يعني أنها ذبحت dans la haute vallée de Vésubie. أنها ذبحت dans la haute vallée. طبعا la vallée المقصود بها الواد. إذا كما نقول هنا بالوادي العالي de Vésubie بهاد المنطقة. إذا كما نرى d'après Okapi حسب Okapi حسب هاد الجريدة التي أخذ منها هذا النص. كما نلاحظ في النص بأننا بدأنا بدجوة بدأنا بإثنان يونيو. ذكرنا الحادث الذي حدث. تكلمنا عن أموفلون أأت ديكوفر أفخوز ممتلي دون البارك ناسيونال دو ميكونتور. ثم ملي ذكرنا هذا الخبر ذكرنا بواحد الحادث قبل منه. إذن كما تنشوفوا بأننا ترجعوا لما هو قبل كأننا لا نحترم الترتيب الزمني. في الحقيقة لو برومي جوان هذا راه قبل من لو دو جوان لكن الجريدة ذكرت أولا الخبر الجديد ثم ذكرت بما حدث بنفس المنطقة أو حولها مثلا بأمور وقعت قبلا. إذن ثم قالت لو برومي جوان إلى آخره ثم قالت لو 25 ماي يعني قبل حتى من هد لو برومي جوان. إذن كما نرى بأن الأحداث معكوسة لذلك يطرح الأمر التالي ريكري سوريسي أن ريسبكتون لوردر كرونولوجيك. إذن أعد كتابة هذه القصة أن ريسبكتون محترما لوردر كرونولوجيك محترما الترتيب الزمني سولون لوكال سو سون ديغولي لي زيفينمون التي حسبها تمت هذه الأحداث التي حسبها جرت هذه الأحداث. إذن طبعا سنذكر هذه التواريخ التي ذكرت هنا لكن بالترتيب ثم سنلحق بكل تاريخ نلحق به الحدث الموافق له. كومونسي بار لو 25 ماي. إذن طبعا سنبدأ بالقديم اللي هو لو 25 ماي يعني 25 ماي اي رومبلاس كونفونابلومون ثم عوض
بشكل متوافق لدات سوليني. إغنبلاس كونفونابلومون، هو عوض بشكل متوافق لدات سوليني. سنعوض التواريخ المسطر عليها، مثل ماذا؟ مثل فاندغودي دو جوان، لو بخومي جوان. إذن هذان هما التاريخين المسطر عليهما، سنعوضهما بماذا؟ par les indicateurs de temps suivant. On va les remplacer par les indicateurs de temps suivant. إذا سنعوض هاد التاريخين بالمؤشرات الزمنية التالية. سنعوض هاد التاريخين بالمؤشرين الزمنيين التاليين. إذا on va remplacer ces dates soulignées par les indicateurs de temps suivant. إذا سنعوضها بالمؤشرات الزمنية التالية، مثل ماذا؟ La semaine d'après, الأسبوع الذي أتى بعد, le lendemain, وفي الغد. إذن طبعا سنذكر مثلا le 1er juin, ثم سنقول وفي الغد, اللي هو le 2 juin. إذن نقول مثلا la semaine d'après, طبعا بعد 25 ماي. إذن سنذكر 25 ماي, ثم la semaine d'après, يعني الأسبوع الذي سيأتي بعد. كما نلاحظ بأن بين 25 ماي et le 1er juin تقريبا اسبوع. اذا كيف سنقول؟ اذا سنقول مثلا le 25 mai une dizaine de brebis ont été égorgées dans la haute vallée de Vésubie le 1er juin. اذا سنذكر le 1er juin dans la même région on a trouvé des cadavres de deux chamois vendredi 2 juin un mouton a été découvert affreusement mutilé dans le parc national دو ماركونتور. طبعا هذا من حيث الترتيب الزمني. طبعا هنا ليس المطلوب منا فقط ان نرتب الاحداث زمنيا، ولكن ان نعوض التواريخ المسطر عليها بما ذكرنا. اذا سنقول ماذا؟ طبعا سنقول لو 25 ماي اون ديزان دو بروبي اون تيتي ايغورجي دون لا هوت فالي دو فيزيبي. ثم نقول لا سومان دابخي La semaine d'après, dans la même région, on a trouvé les cadavres de deux chamois. Tout le monde a dit, le lendemain, مقصود, vendredi 2 juin, un mouflon a été découvert affreusement mutilé dans le parc national de Mercontour. N'aktafi bad al-qadr, hayyakum Allah, wa ila liqa'in qadim bi idnillah.